مساء الخير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شبابيك. الفشقة أرض متنازع عليها منذ عقود بين إثيوبيا والسودان، والخاسر الأكبر هو المزارع السوداني الذي يعتمد على هذه المنطقة شديدة الخصوبة والتي تخترقها الأنهار. على الرغم من تهدئة مؤقتة تسود الحدود، إلا أن ذلك لا يمنع المخاوف من تجدد الصراع. في موضوعنا الرئيس نتوقف عند أهمية هذه المنطقة وتداعيات الخلاف على المزارعين. في شباك أخضر نذهب إلى الأردن، حيث يتم إنتاج شعاب مرجانية في المختبر لزراعتها في جميع أنحاء العالم. ودلال خالد تطمح إلى بناء منزل لعائلتها بعد عامين على تحرير الباغوز من تنظيم الدولة، وتفاصيل قصتها في شباك هنا. حلقة جديدة من شبابيك، تابعونا. نبدأ مشاهدينا كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. هذه النقط البيضاء هي سفن عالقة في البحر الأحمر بعد تعطل الناقلة Ever Given قبل أيام، ما أثر على الملاحة في محيط قناة السويس. فضول الناس دفعهم للجلوس على أطلال بركان شبه جزيرة ريكيانيس ليتفرجوا على ثوران البركان الذي بدأ قبل 7 أيام في أيسلندا. ونختتم بهذه العروس المبتهجة على شاطئ مدينة نيس في فرنسا. تسير عملية التلقيح في لبنان ببطء شديد وسط تحذيرات من موجة جديدة بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. بالتوازي ترتفع أصوات المصابين بأمراض مزمنة ممن لم يحصلوا بعد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. أسيرة الفراش أقعدها المرض وأبعد كورونا أحبابها عنها منذ عام، لا يزورها إلا من يعتني بها، تنتظر اللقاح الذي قد يعيدها إلى طبيعة أيامها، لكن الحصول عليه قد يطول رغم أولويتها بحسب المعطيات. لأنه أنا عندي كسل بالكلى وصارت النسبة كتير عالية، يعني مهددة بالغسيل، وعندي اللهم صل على سيدنا محمد، والله نسيت خير الله. تخونها الذاكرة حين تبدأ تعداد أمراضها المزمنة، علب الأدوية من حولها تكمل المشهد. عشرات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة، مواطنين ولاجئين، ينتظرون حصولهم على اللقاح. سير عملية التطعيم بطيء، يحمل البعض الحكومة مسؤولية ما يجري، فهي من بالغت بإعطاء المواطنين جرعات الأمل حين صرحت بأن لبنان سيكون من أولى الدول الحاصلة على اللقاح. بس إن حطينا بالأولويات، بس يعني بعد في قسم كتير كبير ما تلقح، بعدنا بطيئين كتير، يعني لغاية اليوم بس 80,000 شخص تلقحوا بلبنان ونحن تقريبا 6 ملايين شخص، يعني فتنوصل ل 80% من الشعب يكون ملقح كتير بعدنا بعاد. يعني في مركز التلقيح يصطف من حظي ببركة التطعيم، وعشرات الأضعاف خارج المركز ينتظرون دورهم ولا مواعيد محددة بعد. منهم من يعاني من أمراض السكري والضغط وغيرها، يقولون قد يطول الانتظار وقد لا يتسنى لنا الحصول على اللقاح. يبدو أن الذين يعانون من أمراض مزمنة قد ينتظرون طويلا قبل تلقي اللقاح، في ظل تخوف من أنهم قد يضطرون لشرائه كحال غيره من الخدمات الطبية. محمد شبار، العربي، بيروت.
يرتبط رزق المزارعين السودانيين في منطقة الفشقة المتنازع عليها مع أثيوبيا بالعلاقات بين البلدين اللذين لم يتوصلا بعد الاتفاق حول ترسيم الحدود بعد عقود من المحادثات. ويتمسك السودان باتفاقات وقعت إبان الفترة الاستعمارية خلال العقد الأول من القرن الماضي، وتنص على أن الفشقة أراض سودانية، وهو ما ترفضه أثيوبيا. أراضي الفشقة الخصبة هي اليوم قلب النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، على جمر تتقلب العلاقات بين البلدين، ومخاوف في أعين سكان قرية ودجولي السودانية من بوادر اقتتال يلوح في الأفق. يريد هؤلاء مزارعهم في العمق المتنازع عليه، فهناك التربة الغنية. اعتادوا فيما مضى عبور المجرى الغربي الضيق لنهر عطبرة صوب الشرق لزراعة أراضيهم وحصادها، أمر بات محظورا منذ منتصف التسعينيات بعد أن انتشرت فيها قوات أثيوبيا وآلاف من مزارعيها مستغلين خوض الجيش السوداني الحروب الداخلية. في 96 دي بالضبط انا كنت زارع، انا بلاقي كنت المعاق ده كنت زارع هناك في منطقه خور هومر. زرعنا السمسم، السمسم طبعا كان حصاد سريع، حصدنا السمسم، لكن العيوش والهناي وحتى في ناس يعني البابورات والعربات دي كلها الهبش استغلوها شالوها. ومن 96 دي واللي جاي يعني كانت حياتنا كلها زي ما قلت لك يعني مآساه وضرب ونهب وسحب، ويعني فقدنا كم من الشهداء من منطقه دوتكولي دي بالذات. رزق هؤلاء السودانيين وكثافتهم السكانية باتا مرتبطين بتقلبات العلاقات السودانية الإثيوبية وبأمن مياه آخر روافد النيل. كنا محددين يعني نهر عطبر أنت بتنزله بعد مرات وأنت ما في أمان، لكن من 2020 بالتحديد حتى تاريخ اللحظة نحن في بنعيش في أمان. يمكن قبل انتوا سالتوا انه هل المواطنين اللي رحلوا من اوتكولي حييجوا عايدين؟ طبعا نعم حييجوا عايدين، وحييجوا كمان اكثر من المواطنين اللي فاتوا. تاقلم سكان ودجولي مع حياتهم الجديده، زرعوا مساحات صغيره غرب عطبره، ومنهم من اتقن لغه الاثيوبيين التجراي والامهريه، تزوجوا من نسائهم وتعاملوا مع تجارهم، ومع ذلك لا يزالون تحت رحمة هجمات ميليشياتهم المسلحة. وينضم إلينا من الخرطوم اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الأمنية وقضايا الحدود. أهلا بك دكتور أمين معنا. إذا هذا الهدوء المؤقت على الحدود بين البلدين، هدوء حذر أيضا يمكننا أن نصفه، هل يأتي في صالح المزارعين في تلك المنطقة أم أنه يعني لا يجدي نفعا بعد سنوات طويلة من النزاع؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة هذا الهدوء هو فترة مناورة للدخول للمفاوضات، وهنالك وساطات بين الجانبين نتمنى ان يعني تكلل بالنجاح وتغليب وجهة النظر. بالنسبة للسادة المزارعين اهلنا في منطقة الفشقة، عانوا في الفترة الماضية من اختطاف بعض المزارعين من الميليشيات الاثيوبية ومطالبة بفدية، وهذه قضايا معروفة للرأي العام. وأيضا تم اغتيال حوالي 5 من النساء بواسطة القوات الأثيوبية، وده دليل على أنه هذه الفترة اللي احنا بنسميها فترة هدوء لن يكون فيها أي أمل للزراعة أو الاستقرار ما دام الجانب الأثيوبي يبعث القوات الأثيوبية تحت مسميات مختلفة، مرة بميليشيات الأمهرة ومرة بقوات مختلطة ومرة باسم الشفتة، وكلها هي قوات أثيوبية تحاول فرض الأمر الواقع. لا بد من الجلوس للتفاوض وحل الإشكالية بوضع العلامات حتى نأمن للمزارعين العودة وممارسة الزراعة.
نعم دكتور أمين، طبعا يعني هذه المشكلة لا تخص فقط المزارعين السودانيين في تلك المنطقة، بل تخص أيضا قطاع الزراعة في السودان، خاصة أن هذه المنطقة شديدة الخصوبة، وبالتالي يعني تعطل المشاريع الزراعية فيها يعني تعطل مشاريع زراعية بالنسبة للسودان ككل. طيب طوال يعني عقود من الزمن وهذه المنطقة متنازع عليها، ألم تجد الحكومات المتعاقبة بدائل يعني بدائل للمزارعين ولقطاع الزراعة؟ منطقة الفشقة بتغطي في الذرة حوالي 40% من احتياج السودان، وكذلك السمسم والصمغ العربي. لذلك منذ عام 96 حصلت فجوة غذائية العالم يشهد بها بسبب تواجد الأثيوبي في هذه المناطق. أثيوبيا ليس لديها قانونيا ما يجعلها تتمسك بهذه المناطق، وإنما كان يدخل مجموعة من المزارعين الذين لديهم صلات مصاهرة وتزاوج مع السودانيين، ويؤجرون بعض الأراضي ويحصدوا ويعودوا إلى داخل الحدود الأثيوبية. الآن الاقتصاد السوداني يتأثر تأثير كبير جدا بغياب هذه المساحة، حوالي 12 كيلومتر مربع من الأراضي الخصبة بها ثلاثة أنهار وبها معدل عالي جدا من الأمطار يتعدى 1000 مليمتر في العام. إذن نحن نصر على إدخال هذه الأراضي في دورة الاقتصاد السوداني بزراعة المحاصيل الرأسمالية والتصدير للعالم الذي يحتاج الآن في جائحة كورونا إلى الغذاء، ويؤمل على السودان آمال كبيرة. نعم دكتور أمين، تحدثت عن علاقات عائلية تربط يعني صلة عائلية ما تربط المنطقتين. طب هذه الصلات العائلية ألم تخفف من حدة التوتر بما يخص عمل المزارعين في تلك المنطقة؟ أنا يعني أذكر بعض الشواهد غريبة جدا. أثيوبيا لديها حوالي 3 مليون عامل داخل المدن السودانية، والسودان الآن يستقبل 62 ألف لاجئ من الأحداث في منطقة التجراي، والمزارعين الذين يأتون ويتزاوجون ويتصاهرون لهم سنوات طويلة. كل هذا لم يشفع للسودان أن تحتل أثيوبيا أراضيه. هذه علاقات ممتدة ولدينا محبة للجانب الأثيوبي، وهم يحبون الجانب السوداني. الأزمة هي من النخبة الحاكمة. بعد التطورات السياسية في أديس أبابا خرج التجراي من الحكم، عاد الأمهرة، وهم الذين يحاولون الآن السيطرة على منطقة الفشقة. هي منطقة محازية لإغليم الأمهرة، لديهم أطماع فيها، لديهم استثمارات فيها، ولكن الأمر الواقع ليس بهذه الطريقة. العلاقات تكون دائما قانونية تحت مظلة القانون الدولي، في شراكات بين الدولتين، في مصلحة للدولتين. لذلك السودان الآن عاد انتشار قواته ويأمل في وضع العلامات، ولا يمانع البتة في وجود علاقات بين المزارعين ورصفائهم في السودان. وحتى لو كان هنالك مشاريع مشتركة بين شركات بين البلدين، السودان لا يمانع، ولكن لا تفاوض كما أفادت الحكومة السودانية إلا بعد وضع العلامات وفقا لاتفاقية 1902-1903 اللي تمت برعاية الإمبراطور ملك. كانت هنالك حكومة وطنية في أثيوبيا، وموجب هذه الاتفاقية أخذت أثيوبيا إغليم بني شنغول، وأخذت أغاليم ورسمت حدودها مع أريتريا ومع الصومال ومع كينيا. ولماذا الآن النكوص عن هذه الاتفاقيات وفيها مكاسب لأثيوبيا؟ إذا أرادت النكوص ستفقد كل هذه المكاسب الحدودية التي تحصلت عليها. إذن يعني أنت تستبعد وجود حل لهذه المشكلة في الأفق المنظور؟ الحل لا بد من وجود وساطة، ولا بد أن يكون الوسيط له نفوذ وله تأثير على الإخوة في أثيوبيا. الآن تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة قبيلها السودان، ولدينا الآن وفد رفيع موجود الآن في أبو ظبي للمناقشة أمر هذه الوساطة. لكن التصريحات التي صدرت من الجانب الأثيوبي في الساعات 48 الماضية حقيقة تصريحات فيها نوع من الاستفزاز،
هنالك حشود لا زالت موجودة في الحدود، لذلك لا بد من وجود وساطة. السودان لارتباط الملفين ملف الفشقة وسد النهضة طالب بوساطة دولية رباعية لملف سد النهضة ودولية لأراضي الفشقة. هنالك وساطة من الاتحاد الأوروبي رفضتها أثيوبيا، وساطة من بريطانيا رفضتها أثيوبيا، وساطة من جنوب السودان رفضتها أثيوبيا، ونحن لا نعلم إلى أين تريد أثيوبيا أن تقود المنطقة. أي اشتعال لحرب أو الضغط على الزناد من الجانب الأثيوبي سيجعل المنطقة بالكامل. نحن نعلم جيدا أن أثيوبيا تعاني داخليا، لديها مشاكل داخلية، وتعاني حدوديا مع الصومال ومع كينيا ومع أريتريا أيضا، هنالك بعض الخلافات. لذلك ليس من مصلحة أثيوبيا سوى ترسيم الحدود والدخول في شراكات ذكية ومشاريع مشتركة مع السودان. نعم، طيب دكتور أمين، أنت تتحدث عن الجوانب الأخرى، يعني السياسية والأمنية والاقتصادية. طيب المزارع السوداني في تلك المنطقة، هل تم تعويضه خلال السنوات الطويلة الماضية؟ حقيقة نحن في المفاوضات، مفاوضات الحدود، وضعنا طلب أمام المفاوض الأثيوبي بدفع تعويضات حوالي 7 مليار دولار للفترة من العام 96 إلى الآن، وهي العوام التي كان المزارعين الأثيوبيين يستولون على المنطقة ويمارسون فيها الزراعة. هذا التعويض سيذهب للمزارع السوداني. المزارع السوداني فقد أراضيه، فقد دخله، فقد المدارس، فقد الاستقرار النفسي. هناك مشاكل نفسية وسيكولوجية عديدة لهؤلاء المزارعين الذين ارتحلوا إلى مناطق ليس مناطقهم التي تربوا فيها. لذلك هذا التعويض سيبقى ضمن أجندة التفاوض، ولا بد لأثيوبيا أن تدفع الثمن لتعلم هي ويعلم الدول الأخرى أن أي تدخل في دول والحصول على مكاسب ستدفع الثمن عاجلا أم آجلا حسب القانون الدولي. نعم، الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الأمنية وقضايا الحدود، شكرا جزيلا لك. يخوض أعضاء مؤسسة كاشف الغطاء معركة للحفاظ على التراث وإعادة جمع وترميم مئات المخطوطات الثمينة والكتب القديمة التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب والباحثون في مختلف الموضوعات. هي مؤسسة دينية علمية ثقافية عامة تأسست في العام 1993، ويبلغ عدد ما تحفظه في مقرها 16,000 كتاب و55,000 مخطوطة حاليا. يقع مقرها قرب ضريح الإمام علي في النجف. هو أشبه بعملية جراحية للكتب القديمة، ترميم دقيق للحفاظ على التراث وإعادة الرونق إلى مئات المخطوطات الثمينة التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب والباحثون في العراق. الترميم يعني لابد أنه أول شيء نعفرها، نوضع لها المواد الطبيعية غير الكيميائية حتى ما تأثر على الورق نفسه. بالتالي بعد ما تتعفر وتنفتح الأوراق، لأنه كانت متلاصقة جراء سوء التخزين وجراء الظروف البيئية، تاريخية المخطوطة هي نفسها الأوراق تتضرر. بين الجدران أعمال تعاقبت عليها الأزمنة، من بينها كتب دينية تعود إلى مئات السنين، يجري التعامل معها بعناية بعد فحصها بدقة أثناء عملية الترميم والمعالجة. من واجب الفقيه والعالم إلى الآن أنه يقرأ كتب الديانات الأخرى. أجدادنا أيضا كانوا من هذا على هذا المسير، فاقتنوا الكتب من جميع الديانات، أحدها هي الديانة المسيحية، ثم وصلت الكتب إلى الآن إلى يومنا هذا. أحمد وسيد علي من أعضاء الفريق يستلمان المخطوطات ويتحققان منها، يضمان صفحاتها، يعدلانها ويعيدانها إلى سابق عهدها. هذا الصفحات الأولى مفقودة من عنده. وبعد اكتمال الترميم تعرض الكتب والمخطوطات للقراء. 50 سنة كتب باللسان العربي. أعمال مجانية
الهدف منها تسخير الكتب والمخطوطات لتحقيق المنفعة للمهتمين، وقد تطبع نسخ منها لتحقيق انتشار أوسع. قسم الترميم المخطوطات والوثائق، وهذا قسم مهم جدا الذي يقدم خدماته بشكل مجاني خدمة لحفظ هذا التراث، وهو الذي يتناول استلام المخطوطات الخاصة بالمكتبة كاشف الغطاء وحتى المكتبات العامة والخاصة والشخصيات التي تحتوي على المخطوطات بترميم مخطوطاتها بشكل مجاني. يشتهر العراق بحب الكتب والمكتبات منذ العصر العباسي، لكن تعرض عدد كبير منها للتدمير والحرق خلال الحروب. رغم ذلك يعرف العراقيون بأنهم بين أكثر شعوب المنطقة ثقافة، وبمبادرات مثل هذه يحاولون ما أمكن حماية التاريخ وإنقاذ التراث. وننتقل الآن مشاهدينا إلى تونس لنتعرف مع مراسلنا علي الجاسمي على أبرز ما شغل بال التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير علي وأهلا بك. إذن نبدأ مع الموضوع الأول وهو حول جدل أشعله صدور كتاب جمهوريتان وتونس واحدة. لماذا هذا الجدل حول هذا الكتاب تحديدا؟ مساء النور. هذا الجدل أثير لأن الكتاب تناول أكبر أو أكثر فترة كانت حرجة مرت بها تونس، وهي السنة قبل الماضية 2019، شهر عصيب مرت به تونس، وهو شهور منصب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي مات خلال تلك الفترة. يعني الفترة التي يتحدث عليها الكتاب والتي أثارت جدل ربما في الحديث فيما بعد عن إثبات شهور منصب رئيس الجمهورية من عدمه، وهي الفترة من 26 يونيو 2019 إلى 25 جويليا أو يوليو 2019. البعكة الأولى لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كانت في 26 من يونيو وتوفي في 25 من جويليا. الجدل الذي أثير والذي تضمنه كتاب الرئيس السابق للجمهورية ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، قال بأن هنالك محاولة انقلاب حصلت خلال الإصابة أو خلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس الباجي قايد السبسي في البداية، وأن هنالك بعض من الأحزاب المشاركة في الحكومة آنذاك أرادت أن تقوم بانقلاب ناعم ضمن الدستور يتجاوز به محمد الناصر بكونه رئيس البرلمان والذهاب مباشرة إلى تنصيب رئيس الحكومة يوسف الشاهد آنذاك رئيسا للجمهورية. ولكن هذا الطرح اعتبره كثيرون في تونس، أو هنالك من وافق هذا الطرح وهناك من رفضه باعتبار أن جميع السيناريوهات التي كانت ستطرح هي ضمن الدستور ويجب أن تثبت يعني قانونيا حتى يتم المضي فيها. عدنان منصر قال بالنظر لسياق الأحداث التي ذكرها السيد محمد الناصر المتعلقة بما حصل يوم 26 يونيو 2019 فإن ما أورده يحتمل الكثير من المصداقية، لكن هل يمكن تسمية الأمر بمحاولة انقلاب؟ طبعا لا، الرئيس كان عاجزا بالفعل وتواصل عجزه عن أداء مهامه حتى وفاته بعد شهر من ذلك اليوم، وهو أمر أكدته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية وباسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. ماذا يقول الدستور؟ شغور مؤقت أم شغور دائم؟ الدستور واضح في هذا المجال، لا معنى إذن للحديث عن انقلاب بمقتضى عجز الرئيس وبمقتضى الدستور. شكري بن زروق قال جمهوريتان وتونس واحدة صدر حديثا. محمد الناصر يكشف في مذكراته خفايا مهمة عن مسيرته وكواليس السياسة وصنع القرار وعن الخميس الأسود يوم 27 يونيو 2019. السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا جاء محمد الناصر إلى البرلمان في الساعة الواحدة بعد الزوال بالتحديد؟ الجزم بوقوع فعل يستدعي ذكر المخبر. سرحان الشخاوي وهو صحفي في البرلمان وعايش يوم هذا الحادثة وكان حاضرا وربما أكد ما قاله الرئيس الراحل في كتابه، عفوا الرئيس محمد الناصر السابق في كتابه، قال الخميس الأسود أو يوم كانت تونس قاب قوسين أو أدنى من الدخول في المجهول، يومها كان مجرد دخول محمد الناصر للبرلمان حدثا استثنائيا يقلب كل المعادلات، كنت قبل محمد الناصر للبرلمان وخرجت بعده وكتبت هذه الشهادة للتاريخ، يومها تم جلدي سبا وشتما مثل ما يحدث اليوم بعد ما يقارب السنتين. محمد الناصر
ينشر مذكراته ويؤكد ما قلته يومها. هنالك يعني النظرية كانت بأن التمشي الصحيح هو ذهاب رئاسة الجمهورية بعد شغول منصب الرئيس إلى محمد الناصر بصفته رئيس لمجلس النواب، ولكن للمصادفة كان حينها محمد الناصر في وعكة صحية، وكان هنالك من يدعو إلى المرور إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتجنب حدوث أي شغور. هذا الأمر ربما أثار هذه البلبلة وما اعتبره محمد الناصر محاولة انقلاب ناعم على الدستور. نعم نعم علي، وموضوع الهاشتاج الثاني هو أيضا موضوع مثير للجدل، وسلطنا عليه الضوء صراحة قبل يومين في شبابيك، وهو تكريم إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال معرض تونس للكتاب، مما يعني أثار ضجة واستهجانا كيف يتم تكريم المؤثرات وتجاهل الكتاب والمواضيع الثقافية ربما. بالفعل ديما، يعني يبدو أن هذا الموضوع ما زال إلى اليوم حقيقة ما زال محل جدال وأخذ ورد في تونس. يعني في تونس الناس تدعو إلى، خاصة في ظل التراجع الكبير في المحتوى الثقافي وفي الإنتاج الثقافي وحتى في إقبال الناس على القراءة، هنالك هذا الأمر أثار استفزاز الناس والمنعين بالثقافة والذين يدعون إلى إعطاء قيمة أكبر للكتاب والمثقفين المبدعين، واعتبروا أن تكريم مثل هذه صانعة المحتوى الذي يعتبرها ما بين ضفرين يعتبرها البعض غير جدية في التعاطي مع الشأن العام ومع الشأن الثقافي، يعتبر مس من كرامة الصحفي، عفوا من كرامة المثقف ومن كرامة الأدباء، ويدعون إلى ضرورة ربما التراجع عن هذا التكريم وحتى ربما تجنب حدوثه في المستقبل، لأنه يمس مباشرة في ثقافة القراءة وفي ثقافة التونسي في الإقبال على القراءة، ويحبط أي محاولة ربما لتشجيعه على الإقدام وقراءة الكتب واقتناء الكتب والمشاركة في المعارض التي تنظمها وزارة الثقافة. سيدة الهمامي قالت لستم أنتم لا تفهمون، معرض الكتاب والأداب كرم ليدي سمارة لكي يطير علينا العين، ما يجيش في نفس النهار نخرجوا قمر صناعي وزيد نكرموا أديب كبير ولا روائية كبيرة يقتلونا حسدا مدير الأداب أو مدير المعرض الذي كرم خاف علينا. افهموا افهموا. وليد عويساوي العبيدي قال الناس متغشة أو الناس زعلانة من تكريم ليدي سمارة، أنا زعلان لأني لا أعرف أصلا ليدي سمارة. أسمى قالت حبيت فقط نختم نهاري بمعلومة في بالكم، أنه تم تكريم في معرض مدينة تونس للأداب والكتاب اليوم تم تكريم صانعة المحتوى بين ظفرين، خاطر ما فهمت شنو المحتوى ليدي سمارة، ولهنا ما فهمتش شنو العلاقة بالأداب والكتاب، ونقول البلاد أصبح يكرر فيها الانستغراموزات على بعضهم في بلاصة الكتاب والكتاب والمثقفين والشعراء والعلماء، هي مش بلاد هي خربة، ومع كامل احترامي للسمارة أما عليه كرموا فيها شنو إنجازها من أجل تقديم الأدب والكتاب والثقافة في هذه البلاد. وفي الأخير ننهي ربي يعني تريد أن تهاجر من تونس. نزار قال الدكتورة ليدي سمارة طبعا لا، الروائية ليدي سمارة طبعا لا، الكاتبة العملاقة هي ليست كاتبة عملاقة وليست صاحبة مجموعة إصدارات ودواوين شعر والقصص القصيرة طبعا لا، الأديبة التي لا شق لها غبار ليدي سمارة طبعا لا، من أين أتت، من ما هي إبداعاتها، ما هي صولاتها الأدبية حتى يتم تكريمها في معرض كتاب ومن طرف وزارة الثقافة. طبعا الجدل المضاف والذي جعل من هذا الأمر أكثر حدة وتناولا في الشارع التونسي هو أن هذا المعرض ممول من قبل وزارة الثقافة، وما دفع الكثيرين إلى تساؤل حول أو ربما التعامل مع المال العام وصرفه في مجاله، خاصة في ظل ضائقة مالية تمر بها تونس في هذه الأيام. نعم ديما. نعم علي، شكرا جزيلا لك على رصدك إذن كل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل. مشاهدينا فاصل قصير تتابعونا بعدها. مخاوف أممية من انتشار التطرف في مخيم الهول والتفاصيل في شباك سوريا. ونذهب إلى الأردن في شباك أخضر، حيث يتم إنتاج شعاب مرجانية في المختبر لزراعتها في جميع أنحاء العالم.
ومرطب ضد الشيخوخة من زهرة الكاميليا الخاصة بدار شانيل، والمزيد في شباك الدنيا. أهلا بكم من جديد. حذرت منظمات دولية من أن الشباب والأطفال أصبحوا أكثر تطرفا في مخيم الهول، فيما يتعرض من ينبذ تنظيم الدولة الإسلامية لخطر القتل. في التقرير التالي قصة شابة تقول إن والدتها أطلقت عليها النار 4 مرات بعد أن اشتكتها إلى السلطات المحلية بسبب تطرفها. الشابة أجبرت على الزواج في سن 11 من مقاتل يكبرها 13 عاما، وأصبحت أرملة بعد 3 أشهر فقط. لأن أمي مرة هددتني وقالت لي ما رح حدا يجي يقربك وأنا رح أبعث لهم غير الدولة الإسلامية. منى إحدى ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية، اخترقت رصاصاته 4 جسدها لخروجها عن سطوته وسيطرة والدتها. كان عمري 11 سنة وأمي جوزتني غصب عني، خدت واحد عمره 24 سنة ولدت عنده 3 شهور وقتل. يعني كنت مجبورة مع عمي أضل عن يعني عند الدولة، لا أنا ما بحبه. الخوف دفع الشابة البالغة من العمر 17 ربيعا إلى الاحتماء تحت ملاءة لم تدرأ عنها. طلقات ملثمين اقتحموا خيمتها تحت جنح الظلام ونهزم يعني خافت. أنا اشتكيت عليها مرة عند الأسائل شلون جوا، واخدوها وبعدين فكوها وطلعت تهرب فورا. يعني هزمت يعني وما بدي يعني أنا ما بديها أصلا. 4 رصاصات يعني أكلت ببطني وبرجلي 4. هذاك اليوم من الخوف يعني تغبيت جوا البطانية وأجتني رصاصات من فوق البطانية 4. المخيم مترامي الأطراف، يأوي عائلات التنظيم المتشدد، منها من يؤيد عودته والعيش تحت لوائه. ايه اذا رجعت انا بحب ارجع. ليش؟ لانه هي يعني دولة تقيم شرع الله عز وجل على الارض فقط. ليش لحتى ما ارجع لها؟ انا مسلمة وهني مسلمة. وبعض قاطناته يشعرن انهن رهينة في الهول، يتعرض فيه من ينبذ التنظيم الدولتي لخطر القتل. بدنا بس قانون يعرفنا وضعيتنا القانونية الدولية، احنا سجينات اسيرات. الفوضى ملأت المخيم الذي يؤوي نازحين سوريين وعراقيين بعد ان فرض المسلحون المتشددون ارادتهم فيه، منعوا دخول السلطات الكردية اليه والتعاون معها. إنهم يطبقون الشريعة الإسلامية ولديهم شرطتهم الخاصة الحسبة، وكل هذا من النساء التي ينشرن هذه العقلية المتطرفة بين أطفالهن والشباب الموجودين هناك. أعتقد أنه إذا لم يتم التعامل معهم تعاملا صحيحا سينشئون الجيل القادم من الجهاديين. مساع أممية تحث على عودة الأطفال من مخيم الهول إلى بلدانهم الأصلية خوفا من تعرضهم لخطر التطرف. ونبقى في سوريا. قبل 2 ركزت معظم وسائل الإعلام على الباغوز، البلدة السورية الصغيرة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات. هناك خاضت قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها آخر الهجمات ضد تنظيم الدولة قبل الإعلان في 23 من آذار مارس عام 2019 القضاء على التنظيم. دلال الخالد واحدة من سكان البلدة، أصرت على العودة إليها لبناء منزل لأطفالها 7، ولكن غياب الخدمات فيها يعيق عودة الحياة الطبيعية. كل ما تريده دلال الخالد هو تحقيق حلم زوجها المتوفى بتشييد منزل جديد لأطفالها 7 في الباغوز. تصر على إنهاء بنائه والعيش في البلدة الصغيرة.
منزلها قيد الإنشاء يرتفع مع إيقاع الحياة التي تعود ببطء شديد إلى البلدة التي عانت الكثير. عمره وخلص وأقعد بي أنا وعيلتي. يعني شنو ناو؟ إذا حدا يساعدنا تنخلصوا مرة واحدة زال مكيفي. تانو أجيب عيلتي وأقعد بيها هين. مو والله مشرد الله وكلك أروح من هين على السوس. أرد من السوس أجي لي جاي يعني تامشان الواحد على هالعمال وهالشي. فقدت دلال زوجها بعد انفجار لغم، ثم هربت من الباغوز مع اشتداد المعارك بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائها التي أعلنت القضاء على التنظيم عام 2019. عادت دلال إلى الباغوز منذ شهور لتجد منزلها السابق مدمرا، فقررت إكمال بناء منزل آخر كان زوجها قد وضع أساساته قبل مقتله. تتوجه دلال يوميا من بلدة السوسة حيث تعيش حاليا إلى الباغوز، تسير طويلا في شوارعها المنسية لتطمئن على سير العمل. تتفاجأ أن لا شيء تغير في البلدة المدمرة. والله ما تغير كل شيء، ما أنا شايف شيء متغير يعني أبدا. يعني استعاني من الجيب دحيج، ما أنا شايف شيء متغير. هي على حالتها البيوت وعلى الوادي، والراح راح والضل ضل. يعاني السوريون في الباغوز بعد أن فقدوا كل شيء. بعد عامين من هزيمة التنظيم توقعوا أن الحياة ستعود إلى سابق عهدها، ولكن خطر الألغام وبقايا الذخيرة يهدد أحياء البلدة، بالإضافة إلى غياب الخدمات الرئيسة الضرورية للحياة. صارت الباغوز محررة من 2019، تمام؟ البارحة صارت احتفالات بالعمر أنه الباغوز يعرفونها محررة وآمنة، تمام؟ اليوم أنت ككامر عندك تطلع تصور وتشوف المناطق، شوارع ما ينمشي بيه، كهرباء ما بي، مي شرب ما بي، العالم احنا على نهر الفرات يعني ما يبعد عنا 4-5 كيلو، العالم ما تقدر ما عندهم مي تشرب. يعيش السكان على وقع أطلال بلدة وبقايا بيوت وفرن واحد للخبز، لا كهرباء ولا مياه شرب، لا عمل، لا أدوية كافية ولا مستشفى. خدمات ما بي، الأمراض اللاشمانية يعني شيء مو صحيح، تجيك أكثر العلاجات اللي عم تجي مو فعالة. مستوصف تروح عليه يعني تلاقي حبوب بنادول، وجع راس، مدري شنو، شغلات يعني ما تنذكر. اليوم ترد مشفى ما في. هذا هو مكان بيت اليوم ضربيها، شوفوا، وقعدت في الغرفتين يا ندح يا شوف عيني. اوضاع خالص ما في، اوضاع شنو والله زفت. الله وكيده كنت شوف هاي بيعتهم ترى يعني قاعدين بياني وامي هندحت. حقول تنتظر من يزرعها، هياكل سيارات محترقة وبقايا خيم، غياب للخدمات والمساعدات وأمراض وأخطار تلاحق سكان الباغوز آثار حرب لم يختاروها. حقق الأردن نجاحا ملحوظا في برنامج نقل واستزراع الشعاب مرجانية في بحيراته الاصطناعية، فبينما تموت الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم بمعدلات عالية نظرا لعمليات الصيد الجائر والتلوث، يقاوم مرجان خليج العقبة الارتفاع في درجات حرارة المياه وازدياد حموضتها. ثروة وطنية يهددها البشر، صيد جائر واحتباس حراري، أخطار تواجهها الشعب المرجانية النادرة في خليج العقبة الأردني. قد يعيش المرجان لفترات قد تصل ل 500 عام أو أكثر، إنما طرق التكاثر اللي يعتمد عليها المرجان بشكل رئيسي طريقتين، إما طريقة جنسية أو طريقة لا جنسية. فؤاد الحراني يدير مختبرا لاستزراع الشعاب المرجانية في العقبة، يأمل في إحداث ثورة علمية. أحواض مائية تستنبت الشعاب المرجانية في بيئة مستدامة وخالية من الأمراض. صحة المرجان كثير مهمة بالنسبة للبحر. السبب في ذلك أنه الكائنات التي تعيش في الحيد المرجاني تعتمد بشكل رئيسي على وجود المرجان بصفته الحيوية وليس بصفته كجسم ميت.
تعتمد إما لمناطق اختباء أو مناطق تفريخ أو مناطق للحصول على الغذاء أو مناطق للتبادل الغذائي أو الفسيولوجي وما إلى ذلك. جميع هذه الظروف تهيئ لمعيشة ملايين الأنواع ضمن الحدود المرجانية، ولكن شرط أن تكون صحتها جيدة. شعاب خليج العقبة والبحر الأحمر أضحت بنكا للشعاب المرجانية في العالم. معظم هذه الشعاب تنقل بعد زراعتها بنجاح إلى البحر الأحمر، أملا في إعادة توطينها مرة أخرى في جميع الأماكن المتضررة في العالم. الآن اعتبار البحر الأحمر وخليج العقبة كبنك للمرجان على مستوى العالم، سببه أنه محبب كما أظهرت سابقا، وفي حال تم تدمير المرجان في مناطق أخرى في العالم بسبب إما الزلازل أو البراكين أو ظاهرة بيضان المرجان، يموت كل شيء. ممكن أن نستزرع المرجان بالطرق التي شرحناها سابقا ونعود وننقلها إلى المناطق المدمرة في مناطق أخرى. ميزة أخرى تتمتع بها شعاب البحر الأحمر قدرتها على مقاومة ارتفاع درجات حرارة المياه وحموضتها، ميزة قد تنقذها من الانقراض خصوصا بعد أن فقد الكوكب نصف شعابه المرجانية. وينضم إلينا عبر زوم من العقبة الدكتور فؤاد الجوراني عميد كلية العلوم الأساسية والبحرية. أهلا بك دكتور فؤاد معنا. إذن يعطيك العافية على هذا المشروع المهم بكل تأكيد والواعد. طب هذا المشروع أو هذه الشعاب المرجانية قدرتها على تحمل الظروف المناخية كما شاهدنا في التقرير، هل سيمكنها بالفعل من أن تتواجد في أي مياه في أنحاء العالم؟ بداية أود أن أشكرك أختي العزيزة ومساء الخير على المشاهدين في كل أنحاء العالم. بس للتصحيح فقط، اسمي فؤاد الحوراني. صحيح. صحيح. الخاصية تتعلق بالمرجان وخصوصا في خليج العقبة والبحر الأحمر بشكل عام، قدرته أو ليوته تجاه الظروف المتغيرة في البيئة المرجانية. ولكن جميع الظروف، الحدود المرجانية والمرجان الصلب تحديدا، ممكن يتحمل درجات حرارة ما بين 18 درجة مئوية ولغاية 30 درجة مئوية. في بعض الأحيان إذا كان المرجان معتاد على المعيشة في ظروف درجات حرارة مرتفعة للماء، ممكن يستطيع أن يعيش لفترة ولو كانت وجيزة فوق درجة حرارة 30، ممكن يتحمل 33-35 درجة مئوية ولكن لفترة وجيزة. نعم. طب دكتور، كم من الوقت يحتاج استزراع أو تحتاج يعني عملية استزراع الشعاب المرجانية لتكون كافية لملء هذا الفراغ الكبير الذي أيضا تحدثت عنه في التقرير، إن كان الفراغ الناتج عن الصيد الجائر أو الظروف المناخية أو خطر الانقراض؟ هذا بيعتمد على أنواع المرجان المستخدمة في الزراعة. هناك الأنواع المتشعبة ممكن أن تنمو سنويا بما يعادل 10 سنتيمتر وهذا يعتبر نمو جيد، وطبعا إذا كانت الظروف ملائمة. أما بالنسبة للأنواع المرجان الكتلية فنموها بطيء جدا، قد لا يصل إلى 1 سنتيمتر في السنة، ولكن حديثا استطعنا نطور طرق أخرى لعلاج الشعاب المرجانية المعمرة بفترات زمنية قصيرة نسبيا. هناك مشروع نقوم به حاليا اسمه هندسة المرجان، بحيث نقوم بزراعة النسيج الحيوي للمرجان على كتل مرجانية قد يصل عمرها أحيانا لنصف قرن أو أكثر من ذلك، وأحيانا 300-400 سنة بيكون عمر المرجان وتموت فجأة. الآن ما رح نستطيع ننتظر كل هذه السنين. الآن إذا وجدت في هيك حالة في ظرف أنه هاي المرجانة هذا العمر، نستطيع أن نقوم بزراعة مرجان صغير من نفس النوع على سطحها. خلال سنتين إلى 4 سنوات تقريبا ممكن المرجانة تغطى بالكامل بنسيج حيوي ويعاد حيويتها للمرجان الأم.
نعم، طب هذا المشروع يمكن نقله كما هو إلى أي مكان في العالم أم أنه بحاجة إلى نقل الشعاب المرجانية كما هي بعد أن يتم استزراعها ووصولها إلى مرحلة معينة من النمو؟ التقنية كتقنية ممكن تطبيقها في أي مكان في العالم طبعا، احنا بنطور حاليا تقنية يعني ممكن نطبق نفس التقنية في مرجان موجود في أستراليا، في إندونيسيا، في ماليزيا، في اليمن، في عمان، في الخليج العربي، في أي مكان في العالم ممكن نطبق نفس الآلية. إنما في حالات إذا كان هناك بعض المناطق مدمر المرجان فيها بالكامل ممكن نقل فسائل مرجانية كما ترون في الصور، هذه جزء من المزارع المرجانية التي قمنا بتطويرها في خليج العقبة في محطة العون البحرية. لدينا حوالي 30 مزرعة مرجانية، كل واحدة منها تحتوي على مئات من فسائل المرجان من الأنواع المختلفة. هذه الفسائل قابلة للنقل، ممكن نقلها لبقية أنحاء العالم، ما في أي ما يمنع لنقلها. نعم طبعا دكتور فؤاد، يعني ربما كثير من المشاهدين مثلي يظنون أن الشعاب المرجانية هي فقط يعني نبتة جمالية، خليني أقول تجمل المحيطات والبحار، إلا أن وجود عضوي كما ذكرت حضرتك في التقرير، لو توضح لنا أكثر بالفعل فوائد وجوده وخطورة انقراضها. المرجان كمرجان عبارة عن حيوان وليس نبات بالمناسبة، ولكن يستطيع أو يقوم بالمعيشة عيشة تكافلية مع كائن نباتي. هو بالأساس طحلب وحيد الخلية يعيش داخل خلايا المرجان، وبالتالي هو يستطيع العيش مثل النباتات ومثل الحيوانات، يتغذى كما تتغذى الحيوانات ويقوم بتصنيع غذائه من خلال الطحلب الذي يعيش داخل خلاياه. الآن هذا المرجان إذا كان يعيش عيشة الجزئية التي تصف أو مواصفات النبات، فهو يستطيع إنتاج الأكسجين لبقية الكائنات في البحر. كثير من الحيوانات تعتاش على الأكسجين المنتج من خلال المرجان. أيضا منتجات عضوية، المخاط الذي يخرج منه تتغذى عليه كائنات مختلفة، وهناك سلسلة غذائية كاملة تعتمد على المرجان في معيشتها. النقطة الأخرى أن المرجان يساعد أو يلعب دور رئيسي جدا في التغيرات المناخية، سواء كان في حموضة المياه والبحار والمحيطات أو ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة أو الانحباس الحراري أو ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، لأنه يستطيع تثبيت معدل ثاني أكسيد الكربون في جسمه وتصنيع الكلس. الكلس عبارة عن كالسيوم كربونيت. كربونيت يعني كربون مصنع من ثاني أكسيد الكربون اللي أصلا بيجي من الهواء. نعم بيساعد. نعم تفضلي. نعم دكتور فؤاد الحوراني، إذا عميد كلية العلوم الأساسية والبحرية، كنت معنا من العقبة، شكرا جزيلا لك. افتتحت دار شانيل الشهيرة مختبرا في الهواء الطلق مخصصا لزهرة الكاميليا في جنوب منطقة لاند لتضمينها في مجموعة مستحضرات تجميل عضوية جديدة. أترككم مع هذا التقرير مشاهدينا، ونكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا جزيلا للمتابعة، انتظرونا غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السادسة بتوقيت القدس. إلى اللقاء. زهرة الكاميليا مصدر الوحي وراء إبداعات كوكو شانيل، تتجمع في مزرعة جنوب منطقة لاندي في فرنسا. قطف الأزهار لحظة حساسة، 600 كيلوغرام من الأزهار البيضاء المتفتحة تحصد يدويا كل عام لاستخدامها في مستحضرات التجميل. لقد قمنا بتحليل الزهرة ووجدنا مادة البوليفينول ومشتقات الكاتشين والأبيتاتشين ذات خصائص الترطيب، وهكذا صنعنا أول المكونات النشطة من أزهار الكاميليا، حيث ستكون المزرعة خزانا لا نهائيا من المواد لدراسة وتطوير مستحضرات التجميل. في مختبر شانيل تستخرج المواد المضادة للشيخوخة من بتلات الكاميليا. كيلو من المرطب الفعال يتطلب 2200 زهرة. العمل ممتع في لندن،
حيث تتوفر الحرارة والرطوبة التي تحتاجها الكاميليا، مع العلم أنها مقاومة نسبيا للجفاف. إنه مختبر حقيقي في الهواء الطلق. لن تستخدم أي مدخلات كيميائية كما تعيد الدار، حيث أن البحث العلمي حول فضائل الكاميليا في أوروبا حديث نسبيا، لكنه قديم في موطنها الأصلي آسيا. فالزهرة المبجلة في اليابان ترمز إلى الحياة وطول العمر.